مش غريب على عروس البحر الأبيض المتوسط ارتباطها بالفن السابق. اسكندرية المدينة الجميلة الساحرة اللي اتولد فيها فنانين رفعوا اسم مصر في كل حتة في العالم. اسكندرية اللي ظهرت بجمالها في أفلام يوسف شاهين، هي اسكندرية اللي اتقام فيها أول عرض سينمائي في مصر، وده كان تاني عرض سينمائي في العالم كله. ومن بداية صناعة السينما لحد وقتنا ده، اسكندرية بتنجب مبدعين وفنانين، وبتتصور في شوارعها المبهجة أفلام بتتعرض في كل مكان في العالم، لأن أهلها مليانين حرية وإبداع، وطول عمرهم بيعشقوا الفن ويقدروا الجمال. معقولة يا أستاذ مكرم كل الحاجات دي ومكان العروض؟ يعني في كام مكنة عرض جوه؟ حوالي 50. والبوبينات دي كلها بتاعت دي إيه؟ حوالي 1000 بوبينة أفلام وثائقية. أفلام وثائقية. والمكان دور العرض بقى من حقبات مختلفة؟ لا، حقبات مختلفة، بس هو 16 ملي و 8 ملي على عد الأسطوانات اللي عندي. 16 و 8. 16 و 8. دي الصناديق الخضراء دي اللي فيها صور الأفراح، صح؟ دي صور أفراح. تمانيناتي؟ يعني ده مكتوب عليه 89. تمانينات. طب أنا عايزة بس أسأل سؤال، يعني دي صور عادية خالص وجديدة، إيه اللي خلاك تحس إن مثلا الاستوديو كله اتباع؟ خدت الاستوديو كله. ليه؟ لأن في ناس بتهواها بره، بندوب بيشتروه. مين بيجوا بيشتري؟ من رومانيا ومن بلغاريا من اليونان، بيجوا ياخدوا صناديق. بيحبوا صور الفرح التمانينات؟ صور الافراح. طب وده عندك برضو مجموعه كبيره من المجلات القديمه اللي هي مسامرات الجيب والحاجات اللي هي الفتره بتاعت نهايه الاربعينات. 45. نهاية وده بص امريكا، فتره الحرب العالميه الثانيه. ده بقى ده ايه ده؟ مصر بص وامريكا وانجلترا. مصر وامريكا وانجلترا تتصافح. ودي دول الاسكتلنديين ايام الحرب، الجيش الانجليزي، هم سيدات، هم بتوع الارب، مزيكا الارب. الاسكتلندي. الاسكتلندي. وانت عارفها؟ انت عارف كل مجله عندك؟ كل مجله عندي عارفها يعني، ومن بعيد بتقولي دي بتاعت موسيقى. انا من الاول بقراها الاول قبل ما ابيعها. عارفها. ودي مسامرات الجيب دي موديل ب 20 مليم. كان ايه القمر دي؟ شبه ريتا هيورث. بس دي مين؟ دي ريتا هيورث. ريتا هيورث. الله. طب مش عايز توريني واحد من العقود؟ عايز اشوف عقد. انا شايل عينه هنا موجوده. وريني. عندك العقد اهو. كونترا دو لوكاسيون دو فيلم سينماتوغرافيك. دي اللي هنا سينما فؤاد، سينما فؤاد راس التين، سينما فؤاد في راس التين اسكندريه، مملوكه كانت لفؤاد حجار. هنا اسم الفيلم ومكتوب بقى بكام وكده. حريم الباشا. حريم الباشا اسم الفيلم. سنة 46 هنا مكتوب. هنا القلب الوحيد. سنة 46 النسخة هنا. السعر طبعا مش محدد او متحدد، بس 50% لصاحب السينما. ايوه. 50% للمنتج مكتوب كده. اهي 45%. هنا 50. هنا 45. 50 45. اما ده عالم اخر. ده سنة 46 كله. عالم اخر. ده سنة 46. الست نواعم، تحية كاريوكا، حسين فايق، اسماعيل ياسين، زينات صدقي. كانتربري ثيتر. في سينما كانتربري في لندن. والفيلم دار كانتربري. والفيلم ده فيلم عربي في كانتربري؟ اهو. ايوه. ومدام نواعم ومكتوب اسمه ايه؟ معقولة؟ هي مصر كان كده. الفيلم كان السينما كانت هي الانتاج الثاني لمصر بعد القطر، يعني الإيراد الثاني للدولة السينما بعد القطر على طول. أستاذ مكرم احنا بنتشكر لك جدا جدا جدا، بس الصراحة اللي احنا واقفين فيه ده ما ينفعش يتساب كده. عايزينك بقى تفتكرنا. لا انا تعبتكم. تعبك راحه معين. وانت اللي قفدتنا، مش احنا اللي بنفكرنا. ان شاء الله يا رب. ماشي. ميرسي عبد الله. فنان عبد الله دايما بيرسم بورتريه بنسيبه لضيوفنا عشان يفتكرونا بيه. ميرسي يا استاذ مصطفى. الله يخليك وميرسي ليك وشرفتونا. مكرم سلامه الارشيفي. السينما بالنسبه له تراث، شغلانته محتاجة الفنان، مش أي واحد كده وخلاص. دايماً يوثق ويجمع كل اللي عملوه من أفلام. السينما زي كتاب جواه
التفاصيل وحواديت الأيام. يلزمها واحد جواهرجي عشان يقدر ويتمن، ومادام تراثنا في إيد مكرم أنا هبقى دايماً مطمن.